في ساحة مستشفى المعمداني لعب هؤلاء الأطفال لعبتهم الأخيرة قبل أن يستهدفهم الجيش الإسرائيلي بقصف هو الأكبر بعدد الضحايا منذ بدء الحرب على غزة. يا الله يا الله يا الله. المواطنون هنا كانوا يتلقون العلاج بعد نجاتهم من غارات إسرائيلية سابقة، لكن الموت لاحقهم إلى هذا المستشفى، مستشفى المعمداني في غزة. 4 صواريخ إسرائيلية حولت الساحة إلى مقبرة جماعية. هنا جثث متكدسة في ساحة المستشفى المنكوبة. عدد القتلى وصل إلى أكثر من 500، وهناك مئات المصابين ومثلهم تحت الأنقاض. هذا الرجل دخل المستشفى لعلاج أطفاله وخرج حاملاً أشلاءهم في أكياس بلاستيكية. المجتمع العربي والدولي آدان وبشدة هذا التصرف الذي وصفته الرئاسة الفلسطينية بالإبادة الجماعية، مطالبين تل أبيب بالتوقف الفوري عن استهداف المدنيين في غزة.